أزمة كبيرة ما بين اتحاد الكرة والنادي الزمالك بسبب عدم قيد أحمد بالحاج وناصر منسي ومحمود شبانة وعدم السماح ليهم بالمشاركة في المباريات. ياسمين، أزمة اتحاد الكرة والزمالك سببها اتحاد الكرة ولا مرتضى منصور؟ هو ليه انت بتقول مرتضى منصور؟ ليه ما بتقولش نادي الزمالك؟ لا لا انا مش فاهم. اسمعيني بس عشان ما نضحكش على بعض. الزمالك هو مرتضى لا منصور. لا اضحك عليا شويه. لا 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 انا بقولها لك اهو. الزمالك هو مرتضى منصور، الاهلي هو محمود الخطيب، ما حدش يجي يكلمني. الازمه مين بقى سبب مرتضى الازمه؟ مرتضى منصور. مرتضى منصور فعلا؟ ليه؟ بص يا اسلام، النهارده ودي حاجه مهمه قوي، انا عايز اقول حاجه في الاول بس. احنا مش يعني كل ما بنتكلم كل ما بنتهاجم. ماليش دعوه بالهجوم، ما ليه هاجم يا حاج، انا ماليش دعوه. انا ليا دعوه، انا بتكلم، انا ماليش علاقه، انا بتكلم ليه؟ انا بشتغل، انا عايزه انا اتهاجم. اتهاجم في حاجه غلط، لكن ما تهاجمش في حاجه صح. ثواني بس، ما بصوا هنا بس، انا ماليش علاقه بالهجوم، احنا هنا بنقول اخبار، فبالتالي ماليش علاقه باي حاجه. انا بقول النهارده ليه انت بتقولي لي ان مرتضى منصور او نادي الزمالك هو السبب في ازمه عدم قيد ناصر منسي و محمود شبانة واحمد بن الزمالك بالحاجة. عليه فلوس لاتحاد الكوره، واتحاد الكوره خاطب نادي الزمالك من اسبوعين، قال لهم يا جماعه قبل نهايه قبل قفل القيد يوم 31 لو سمحت تعالوا جدولوا زي نادي الزمالك الفلوس. طيب انا بس عايز زي نادي الاهلي. طيب انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. طول عمر الانديه عليها فلوس، طول عمر اتحاد الكره بيحصل الفلوس بتاعته من الشركه الراعيه اللي هي راعي الاتحاد الكره وراعي للانديه. بغض النظر، هو دلوقتي انا بكلمك في حاجه، هو اشمعنى دلوقتي؟ هل علشان هذا الموقف المتعنت من اتحاد الكره ده جزء، علشان الخناقه او هجوم مرتضى منصور ده جزء على فكره؟ طب يبقى دي مش اداره لا بقى؟ لا لا، ما احنا كده كاننا قاعدين على القهوه. لا انت قلت لي حاجه، ثانيه واحده. طيب بس اديني بقى فرصتي ارد. انت دلوقتي بتقول لي، انت دلوقتي بتقول لي سؤال، مين اللي غلطان في الموضوع ده صح؟ مين اللي غلطان؟ لا، كفلوس وك يعني شغل ورق وفلوس وشيكات او كاش، الزمالك. الزمالك مش لازم يستنى لغايه اخر وقت عشان يدفع فلوس. هو حر، هو اذا كان ما هو عنده التزامات ماليه. وبعدين هو انا طالما الاهلي عنده التزامات ماليه طالما لا، ممكن الاهلي جاله رعايات في الفتره الاخيره فعنده لا مش في الفترات مالية. الاخيره الاهلي وبعدين انا بقى 4 شهور. كل واحد، كل نادي وليه ظروفه، وكل واحد وكل نادي وليه. مش لازم طالما الاهلي عمل حاجه يبقى الزمالك يعملها، او طالما الزمالك عمل حاجه يبقى الاهلي عمل. اشمعنى في دي؟ ليه هاتي لي حاجه الزمالك عملها بيقلد فيها الاهلي؟ بص انا عايز اقول لك على حاجه. النهارده الاهلي لما جم قالوا له المديونيه بتزيد وعايزين، قالوا راحوا قعدوا معاهم، معرفش ايه القعده كانت في الاهلي ولا في اتحاد الكوره، تقريبا في اتحاد الكوره، وكانوا قاعدين. المبلغ كام؟ المبلغ كذا، عشان انا مش عارفه المبلغ كام بالظبط. 69 مليون. 69 دول هنجدولهم ازاي؟ هنجدولهم كذا 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 كذا، تمام. جم كلموا الزمالك قالوا تمام هنيجي ونجدول الفلوس، مفيش. يا زمالك من اسبوعين يعني انا عندي الاسماء كل الكلام ده كذا. ياسمين انا كل هو على فكره. طب ليه اتحاد الكوره ما خاطبش الاتحاد الدولي وقفل حساب الزمالك على السيستم الخاص بقيد اللاعبين؟ لان اتحاد الكوره مش هيروح هو اللي يعمل مشكله مع الزمالك. لا، هو لان اتحاد الكوره لا يحق لي شكوى نادي الزمالك في الاتحاد الدولي فيما يخص الامور الداخليه وقيد اللاعبين، وبالتالي ما قدرش اتحاد الكره. على فكره، قيد وتسجيل وحجز مكان لاعيبه نادي الزمالك هو قيد صحيح. مساله بقى ان هيتم بمجرد دفع المبالغ او مديونات او جزء من مديونات نادي الزمالك هيطلع لهم الكرنيهات. ماشي يا اسلام، بس برضه لازم تعرف حاجه. اتحاد الكره ده برضو الناس كلها، ما هو انت شفتش بيان اتحاد الكره اللي طلع من كام؟ ماليش دعوه بالبيان، انا بكلمك، انا بكلمك على المعلومات. انا بكلمك دلوقتي. لا طبعا، كل حاجه لكل فعل رد فعل. لا، هو ما فيش كده في الاداره، ما فيش كده. لا في الاداره كده، مش قاعدين في عركه. لا في ايه؟ مش الكلام ده على الهوا. لا ده كده، بص ده كده، ما تاخدهاش كده. احنا ايه، بندير الكره المصريه بطريقه المصطبه. انا متخانق معاكي، فالنهارده انا مش
مش هسمح لك بانك انت تأيدي لعيبة. انا انت حبيبتي النهاردة او انت او العلاقة كويسة، فبالتالي هسيبك تعملي كل اللي انت عايزاه. يبقى ما فيش مصلحة عامة بقى. تمام هي. تمام. لا في الاخر برضو ها انا هي مش ما فيش حاجة بالدراع يعني ماشي يعني مفيش حاجه بالدراع، لكن في نفس الوقت انا بطبق وأنا مش بطبق لوائح. انا لو مستقصدك مش هخاطبك مره بطبق باللوائح. المفروض انا بمشي اللوائح. المفروض ان كان طول ايام سمير زاهر وايام حرب الدهشوري وايام هاني ابو ريده وايام كل الناس اي نادي عليه مديونيه، فبالتالي انا ما بقفش مرتضى منصور مش الزمالك انما ده كيان نادي الزمالك، ده جمهور نادي الزمالك. فبالتالي نفس الامر الخطيب، انا متخانق مع الخطيب، يبقى ما ما غطيش اخبار النادي الاهلي او ما تعاملش مع النادي الاهلي. الكيانات ملهاش علاقه بالاشخاص ولا ايه؟ ده يعني خلاص. اصل انا عايز اقول لك حاجه، الفكره كلها دلوقتي هي ايه؟ انت بتتكلم اللي المفروض قانونا يحصل ايه او المفروض بالزبط. ماشي. انا بقى بكلمك على فكره، ده مش على فكره، ده مش كلام. انا ايوه الكلام الكلام الناس في اتحاد الكوره. انا كنت بتكلم مع مسؤولين في اتحاد الكوره، قلت لهم اللي انتوا بتعملوه ده غلط لان دي عركه. يعني دي قالوا احنا خاطبنا وقلنا واتكلمنا وعملنا، هناخد فلوسنا امتى؟ اتحاد الكوره مش معنا دلوقتي لان هم مزنوقين برضو، محتاجين فلوس. مزنوقين فين؟ وخلي بالك وبرضو علشان خاطر اللي عملوا المشكله او الازمه اللي موجوده. اوكي هي ممكن هي نظام كده. هي نظام عركه كده يعني. ايوه هي لا انا اتقلي كده، هي نظام عركه بس. لا والله انا ما اتقليش كده، انا اتقلي احنا ما عندناش مشكله مع مرتضى منصور ماشي. واحنا بنحترم الزمالك والاهلي ومش عايزين نعمل اتقلي كده، بس اتقلي احنا برضو تهنى ده كلام في الاهلي بس كده. هي الجزئيه دي، لكن برضو احنا دخلنا رئيس النادي تصرفاته. طب ما رئيس النادي ما هو انا مختلف مع ثواني بس ما مرتضى منصور ما انا مختلف معاه ومختلف مع السياسه، لكن ما غطيش اخبار نادي الزمالك. ما حدش هيمنعني ان انا اغطي اخبار نادي الزمالك، بس هي دي ليه؟ لان في جمهور حقه ان هو يعرف اخبار نادي الزمالك. اسلم انا مش عايزين نخلط الامور، ما هي الاتحاد الكره هو اللي خلط. لا لا احنا ما بين الشخصي والعام. احنا نفس القصه. لا فيفا في جزء ليه علاقه بالاهانات اللي حصلت. ماليش علاقه بالاهانات ماشي. لا ما انا بقول لك اهو، ما احنا بنناقش ليه علاقه لا احنا بنناقش باللوية. موضوع دلوقتي. لا احنا بنناقش موضوع دلوقتي ماشي. لازم نقول جميع الجوانب بتاعنا، لازم نتكلم في كل اللوائح. حاجه لا اما ما نتكلمش فيه. حلو ثواني بس، اللوائح بتقول ايه؟ هو النهارده لو الزمالك غلطان ماشي، كان يقدر اتحاد الكره ياخد اجراء بانه يقفل السيستم بتاع نادي الزمالك ماشي. الزمالك عليه فلوس لازم يسددها، لازم يسددها، لكن في نفس الوقت هو الموقف اللي انا بقوله لك اتاخد علشان التعمد وليس علشان جزء منه كده وجزء منه كده. مفيش جزء منه صدقني، جزء منه كده. هم خدوا من الاسماعيلي فلوس؟ انا معرفش الاسماعيلي عليه مديونيات، خدوا من الاسماعيلي فلوس؟ واسماعيلي اي حد؟ اه الاسماعيلي مأيد. الاسماعيلي جايب ثلاث صفقات. امتى؟ جايب ثلاث صفقات في يناير، جايب محمد صبحي وجايب لعيب افريقي وجايب لاعب ثالث مش فاكر اسمه. الاسماعيلي هو اللي ما عندوش فلوس. فبالتالي ده اللي انا بكلمك فيه، ان اللوائح تطبق على جميع الانديه، انما مش عشان هو بسبب الخلاف الشخصي وليس بسبب. احنا بس نتمنى انها ما تمشيش حتى طيب كده. طيب ناصر منسي وبالحج هيلعبوا في الدور الثاني ولا لا؟ بالطريقه دي افتكر لا. طيب ناصر منسي وبالحج هيكونوا في حاله سداد نادي الزمالك المستحقات اللي عليه، هيكون ليهم تواجد في مباريات نادي الزمالك في الدور الثاني مشروطه بالسداد. في الاخر والله احنا نتمنى، بس يعني احنا كده اللي احنا بنشوفه ده الفتره دي زياده قوي. اللي هو ايه؟ اللي هو الخلافات والخناقات والمشاكل. مفيش حاجه بتتحل بالخناق والكلام ده كله، كله يتحل بهدوء. ما هو بهدوء وفي نفس الوقت ما ينفعش يتاخد مواقف كيل بمكيالين في مع نادي ونادي. لا هي ما تاخدش كده مع الاهلي. ما انا ما بتكلمش على الاهلي، انا بتكلم اهلي زمالك اسماعيلي المقصه الفيوتشر. بس انا بتكلم على كل الاهلي.
يعني انا عندي المعلومه. انا بقولها لك، انا بقولها لك، جايبين ثلاث صفقات. لا ما اقصدش على كده. الاسماعيلي ما عندوش فلوس. ما تعرفش في ايه في الاسماعيلي او الاسماعيلي ما عندوش فلوس. اي دي ازاي ميدو دفع؟ ميدو مين اللي دفع؟ ميدو ما دفعش جنيه. مين اللي قالك ان دفع؟ والقصه ان قالك 50,000 دولار ميدو ما دفعش. انا كلام على مسؤوليتي، ميدو جاب من احمد دياب بقول لك بالاسم اهو 50,000 جنيه علشان يخلص ازمه فراس شواط بس. من احمد دياب ولا من الرابطه؟ الرابطه يعني.